الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق والناس أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنام حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار الذين قال في حقهم الجليل الجبار إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له لا تبخلوا ثانيا بحق هذا الشهر الكريم ومن ولد فيه لا تبخلوا ثالثا أبارك لكم هذه المناسبات العطرات الزاكيات السعيدات ولادة أبي عبد الله الصبط الحسين بن أمير المؤمنين بن فاطمة وولادة أخيه العباس ابن أمير المؤمنين
وابنه زين العباد وسيد السجاد علي بن الحسين، ونرفع كل تبريكاتنا إلى مقام حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء الصديقة الحوراء الأنسية، وإلى الحسن والأئمة من ذرية علي بن الحسين، سيما بقية الله في أرضه أرواحنا لتراب مقدمه الفداء قائم آل محمد. وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سيما العلماء العاملين والمراجع العظام. السؤال لعله يقال لهم من السهل الممتنع. تمر علينا أسئلة بحد ذاتها لا يوجد تعقيد في صيغتها، لكن جوابها وإن كان سهلا إلا أنه ممتنع لأسباب عدة. السؤال: من هو الحسين؟ ومن هو العباس؟ ومن هو علي ابن الحسين؟ سؤال سهل جدا، ولكن لنأخذ ولو استبيانا عابرا ولنسأل 100 فرد من مختلف طبقات المجتمع، لا نجمع من جميع 100 فرد ما يعطي صورة واضحة إلى هؤلاء الأنوار. لماذا؟ لأسباب أذكرها لأنها ليست صلب الحديث وأدخل في طيات البحث. لأننا لا نقرأ، هذا مشكلة، لا نقرأ، وصرنا نعتمد على التلقي كثيرا. لأننا وإن كنا نقرأ لا نبحث بتحقيق. بس يمكن تقول لي احنا مو أهل مقام بحث التحقيق. لا، من تردد في شيء أوتي حكمته. سبب ثالث: لأننا نعتمد في جمع معلوماتنا سيما عن أهل البيت من أي حدب وصوب، سواء اليوم نعتمد على الواتساب مثلا، سابقا نعتمد على المجلات، نعتمد على التلفاز، في نهاية المطاف لا يوجد عندنا انتقاء من أخذ المعلومات بدقة وعناية. فتشوف الواحد عنده يمكن معلومات لكن كلها متشابكة. السبب الرابع: وإن كنا نقرأ أو نستمع، الحديث يركز على جانب ويترك الكثير من سيرة الإمام أو المعصوم أو الولي، وبالتالي نكون كالمعوقين، أيدي قوى لكن جسر ضعيف. الآن نحن نعرف بتفصيل عن حياة أبي عبد الله الحسين في أيامه العشرة الأخيرة. في أيامه العشرة الأخيرة أدنى تفصيل، منذ ولادته وهو في كنف جده، وهو مع أبيه أمير المؤمنين، وفي ظل وجود دولة الإمام الحسن وما بعد دولة الإمام الحسن، إلى قبل عاشوراء. شنو حياة الحسين؟ هنا النقص، هنا الحلقة المفقودة، وللأسف الحلقة المفقودة كبيرة. العباس ابن أمير المؤمنين لا نعرف من شخصيته إلا جنبتين: الجنبة التي عرف بها وهي الشجاعة والبسالة والبطولة والإقدام، كلها شيء واحد، وجانب الإيثار مع أخيه الحسين. سوى العباس في غير ذلك من أدري.
حتما لا يسع المجال أن نتكلم عن الشخصيات الثلاث، لكن أريد أن أقسم الحديث إلى قسمين: قسم يتعلق بشخصية أبي الفضل العباس، وقسم يتعلق بشخصية علي بن الحسين. وراح أتكلم عن نقطة من حرف جزئي في بداية حياة كلا واحد منهم، فقط تبركا إشارات خفيفة حول كلا الوليين والمعصومين العباس وعلي بن الحسين. أفضل مفتاح نحتاجه نحن جميعا أن نعرف الأرقام. إذا تريد تعرف حياة أهل البيت، أكو في أرقام مهمة لازم تحفظها. من دون حفظ الأرقام ما راح تعرف توصل إلى المعادلة الصحيحة. هذا المأتم لولا وجود قياسات وأرقام لما بني. المكان الذي يبنى بعفوية، شوف بكرة طوف ماله معوج، تصليحات ولا يدوم لك. احفظ الأرقام تتقن البناء، لأن بيننا وبين أهل البيت 1400 سنة، مو شوية. 1400 سنة مو شوية، والطريق للوصول لحياتهم لا أقول أنه صعب، ولكن يحتاج إلى عزيمة كي نعرف كل المجمل الذي يوضح لنا الصورة. نبدأ بالعباس بن أمير المؤمنين عشان ما أكون أنا مبالغ. ها أنتم تعيشون ذكرى أيام المناسبات السعيدة، وراح تشوفون الآن من خلال الأرقام بتتغير الصورة عندكم. من خلال الأرقام راح يتغير التصور، لأن التصور عبارة عن اتكاء على معلومات مسبقة. بتشوفون الرقم ونتيجة الرقم، الرقم ونتيجة الرقم، هي معادلات. متى ولد العباس؟ هذا سؤال جدا بسيط. وشوفوا هالسؤال البسيط كم يعطي من تغيير للصورة. متى ولد العباس؟ فليجب أحد الحضور وليكن له هدية في هذا المجلس. لطيف، جواب رائع. في الرابع من شهر شعبان عام 26 هجرية. 26 هجرية سنة كم قتل أمير المؤمنين؟ شوف الآن بيرفع إليك شبهات وتصورات خاطئة. سنة كم قتل أمير المؤمنين؟ 40 هجرية. من هو فيكم زين في الرياضيات عشان لا نقعد نجيب أرقام خطأ؟ 40 هجرية قتل أمير المؤمنين، وبالتالي يكون حين شهادة أمير المؤمنين كم كان عمر العباس؟ لطيف، 14 سنة. الآن إذا قالوا أن العباس شارك في الجمل وصفين والنهروان، بتصور أنت العباس؟ يعني شارك وعمره كم سنة؟ 12 و13. كان العباس له صولات وجولات وهو في معركة صفين والجمل والنهروان بأي عمر؟ البعض كان يصور العباس في صفين والجمل والنهروان عمره 18 سنة 19 سنة، مو صحيح؟ مو هكذا التصور؟ أن العباس كان مع أمير المؤمنين وهو كبير في السن وهو شاب. العباس عمره 12 13 14 سنة في هاي الفترة. الآن وضحت الصورة أكثر؟ إذا قلنا، بس أريد نعدل
إيضاح الصورة. إذا قلنا عام 26 هجرية مولد أبي الفضل العباس، وقد استشهد بأبي وأمي في بوغاء كربلاء في العام 61 هجرية، فيكون عمره كم؟ ها قاموا يضربون بالكالكوليتر؟ لا 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 لا، كبرتوني كثير. 36 سنة؟ لا، من 26 إلى 36 إلى 46 إلى 56 إلى 56 30 سنة، 4 سنوات وسنة، فيكون عمره 35 سنة. 35 سنة فيكون العباس في منتصف الثلاثينات من عمره. الآن لعله تتصور الصورة كما يعبرون عنهم في عالم التقنيات بأبديت. صار أبديت إلى الصورة؟ شوية بعد شوي خلونا نتعمق أكثر. شخصية العباس، خذوا قاعدة، خذوها قاعدة، لا يحظى الإنسان على توفيق عظيم من فراغ. إنسان ما يحصل توفيق من فراغ. توفيق الشهادة اللي حصلت في حادثة القطيف قبل أيام، المسجد في كم؟ عدد المصلين قريب 200 مصلي، اللي انصاب 120، اللي استشهد إلى أمس المغرب 22. مو أي واحد استطاع الوصول لشرف الشهادة في مسجد الإمام علي، مسجد باسم أمير المؤمنين وفي يوم مولد الحسين، من فراغ. صارت هذه الشهادة إلى هذا وما صارت إلى هذا. وسبحان الله، سبحان الله، أحد الذين استشهدوا الذي عن يمينه وعن شماله لم يستشهد، هو في النص واستشهد، والإصابة اللي كانت على يمينه وعن شماله أشد من عنده. هذا التوفيق أن يحصل الإنسان على شهادة. توفيق، التوفيق مو من فراغ. فعلمت منهم الوفاء، جاء بعد جهد جهيد. العباس الذي حصل على مرتبة عالية والذي حصل على شرف عظيم في الدنيا قبل الآخرة، هذه مو صدف. ماذا تريد القول؟ شنو تبغى تقول؟ أبغي أقول العباس يوم 10 محرم نتاج ل34 سنة طافت. هذه 34 سنة تحمل صفات، فما هي هذه الصفات؟ هاي 34 سنة تحمل صفات، فما هي هذه الصفات؟ أول صفة من هذه الصفات أن العباس وصل إلى مرتبة يقال لها عند أهل الاختصاص أعلى الرتب، مرتبة اليقين. مرتبة اليقين، الإيمان بحد ذاته مرتبة عظيمة، لكن فوق الإيمان وهو أن يصل إلى أعلى مراتب الإيمان وهي مرتبة اليقين. اليقين هي معادلة رياضية راح أذكرها الآن باختصار. قلت لك 1400 سنة بينه وبينهم، فلا نملك إلا النصوص، ما أقدر أنا أحكي من خيالي ولا أقدر أحكي من تصوراتي. العباس فاق مرتبة الإيمان بحيث أنه وصل إلى مرتبة عالية جدا وهي مرتبة اليقين،
خلونا شوية نتكلم ولو جزئيا في هذه المفردة. هناك نبتة تزرع في البيوت، إذا غفلت عن هذه النبتة 3 أيام جليها شنو يصير بيها؟ تموت، أوراقها تيبس. هي في أجواء مهيئة مرتبة، مكيف لعله موجود، بس تغفل ما تنطيها ماي 3 أيام تموت. خلونا نروح البر. إلى ويش؟ أنا توني ضايع في بر، بر مال وراء المرخوية ويهني هاي المنطقة. خلونا نروح البرية نشوف الشجر، آبائنا يعرفون أكثر. الشجرة اللي في البر، شجرة البرية، يطيح عليها، روح إلى السعودية يطيح عليها المطر في السنة يمكن كم مرة؟ يمكن مرة مرتين، مرة مرتين. لا تحظى على الماء إلا 10% من أيام السنة، هذا واحد. والشمس، الشمس تصهرها طيلة أيام العام وتربتها قاسية، لكن تقدر تقلعها، وإذا قلعتها تستطيع أن تتلاعب بغصونها كما تتلاعب بالأوراق الموجودة في البيت. النبي شي يقول؟ أكو كلمة لطيفة إلى رسول الله، حفظوها شباب. يقول والشجرة البرية أصلب، يسوون من الشجر البري شنو؟ يسوون حبل، يسمون العرب آنذاك مسد. يقول في جيدها حبل، هذا يؤخذ من ليف جذور الأشجار البرية، يكون قاسي متين، هذا اللي تجر به البواخر، هذا اللي توضع في رقاب الجمال في القوافل اللي تطوف الصحراء القاحلة، هذا ما ينقطع. هذا ليونة خشونة في حر أو برد ما يتأثر. ليش؟ لأنه مأخوذ من عروق الشجرة البرية. هذا معنى كلمة صلب، صلب هذا معنى. الإمام الصادق ماذا يعبر عن العباس؟ كان صلب الإيمان، مو مؤمن. والصلب والإيمان إذا اجتمعا شكلا معادلة يقال لها مرتبة اليقين. ثم لترونها، هذا العباس الذي ما تتوقف شفتاه من الذكر، كثير الذكر، يعبرون عنه هكذا. العباس كان كثير الذكر، يعرف العباس في نصف الليال وهو في محرابه يطيل في سجوده ويجهش بالبكاء. خلونا نعرف العباس من جوانبه الأخرى، لن ننحصر في جانب. العباس العارف، العباس الذي وصل إلى إيمانه أنه فاق الكثير من الرتب ووصل إلى أعلاها، هذا العباس، العباس المؤمن. لتتصور شهادة العباس جاءت من فراغ. العباس كم كان يطلب الشهادة، كم كان يتمنى أن يصل إلى هذه المرتبة. إذن هذه الجنبة الأولى، جنبة العباس في إيمانه، هذا الجانب الإيماني. العباس في الجانب المعرفي، العباس في جانبه المعرفي. كيف كانت شخصية العباس معرفيا وعلميا؟ من الناحية العلمية يكفي أن العباس عاصر 4 معصومين أقل شيء، ما نريد نقول 5، بنقول 4. الباقر كان حينها ذو 4 سنين. العباس عاش وعايش وعاصر 4 معصومين: أمير المؤمنين،
إلى أن وصل عمره 14 سنة وعشر سنوات عاشها مع الإمام الحسن، هذه 24 سنة، و11 سنة عاشها مع الإمام الحسين، هذه كم سنة؟ 35 سنة. قسموا حياة العباس بهالتقسيم، 14 سنة مع أمير المؤمنين وعشر سنوات مع الإمام الحسن وعشر واحد عشر سنة مع الإمام الحسين، 35 سنة. العباس كثير الصمت قليل النطق، وهذه صفة منه الحكماء، كثير الصمت قليل النطق. قليل كان العباس يتكلم. العباس إذا أردنا أن نعرف جانب العباس العلمي والمعرفي، أريد أن أعطيك تقسيما سريعا. الظاهر ما راح يعطينا مجال الوقت إلى زين العابدين، يعني نحن طولنا في شخصية العباس، راح أقف عند هذه النقطة وأنتقل إلى زين العابدين باختصار أيضا، واعذروني على الإطالة، لا بأس أن نجدد مجالسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. احنا عندنا العلم له منابع، عندنا العلم التجريبي كنموذج منبعه الطريق للحصول عليه بالاكتساب، مو لازم يكون انسان دارس، خلي يجرب، خلي يجرب مثلا الحاجة المعينة، يجربها 4-5 مرات، يطلع إليه استنتاجات عديدة، فتشكلت عنده معارف. تعال إلى أي واحد، أمي بناي ما يعرف يقرأ ويكتب، مشتغل بالزراعة مثلا بالبناء، خلنا نقول مشتغل بالزراعة، يقول لي أريد أزرع هذه الشجرة هني، يضحك عليك يقول لك ما يصير. يقول لي ويش؟ قال هذه هالأيام مو أيام زرع هذه الشجرة، هالأيام زراعة هالشجرة. أنا دارس ومتعلم ما قريت هالمعلومة. قال والله أنت قريت ما قريت، أنا 60 سنة عندي تجارب الحياة أعطتني معارف، هذه علوم تجريبية، من خلال التجارب استطاع أن يستنتج مجموعة من المعارف والمعلومات. هذا العلم يكتسب بالدراسة بالتجربة بغيرها. أكو عندنا علم ما خلف السطور، ما وراء السطور، ما خلف الستار، هذا شلون؟ هذا يصل إليه اثنان، الخبير بعد وغير الخبير الذي أعطي علما يرفع الغيب. يعني ويش؟ قال يعني كشف له عن بصره فصار ينظر ببصيرة لا ببصر. شي يقول أمير المؤمنين في دعاء كمين، عشان تعرف الفرق بين العليم والخبير. العليم مجموعة معارف عنده، لكن الخبير يفوق العليم. يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. كلمات أهل البيت عظيمة. الضر والمسكنة ظاهر، الضر والمسكنة تكون عادة ظاهرة، فيصل إليها العليم.
لكن الفقر تحسبهم أغنياء منه؟ الفقر يستطيع الإنسان أن يخفي فقره، تحسبهم أغنياء من التعفف. الفقر والفاقة والحاجة، الحاجة في الداخل، المسكنة في الظاهر، هذه ما يصل إليها إلا من؟ الخبير. لذلك قال يا عليما، شوف الضر والمسكنة، قال ماذا؟ يا عليما بضري ومسكنتي. لكن لما تكلم عن الفقر عن الفقر والفاقة، قال يا خبيرا بفقري وفاقتي. ليش؟ لأن هذه علوم ما ورائية، علوم معنوية، علوم غيبية، علوم من خلف الستار، تحتاج إلى الخبير. قلنا هذه المعارف إما أن هناك هبة من الله لهذا الإنسان فتنكشف له فيكون خبيرا، أو أنه وصل في العلم إلى مرتبة فاق العلم فصار الخبير. والعباس مو عليم، فاق صفة العلم وكان خبيرا. ليش؟ لأن علمه لم يكن بصريا بل كان بصيريا، نافذ البصيرة، نافذ البصيرة. يعني مو فقط عند مرتبة في البصيرة بسيطة، لا، بل أعلى مراتب البصيرة وهي النفوذ. متوجهين آباء أخوان إلى المطلب؟ نافذ البصيرة. كم من إنسان يحمل كم ترسانة معلومات، ترسانة معلومات، لكنه حين يوظف هذه المعلومات يصل إلى نتائج كثيرة خاطئة. ليش؟ لأنه يفتقد إلى هذه المرتبة. هذه شخصية العباس في جانبها المعرفي. أنا ما أدري كم بتعطوني من وقت، لكن أحاول أختصر اختصار شديد في القسم الثاني، وهو من هو علي بن الحسين. خلونا نرجع إلى معادلة الأرقام. بدأنا بمعادلة أرقام العباس، شوية نرجع من الخلف ونبدأ بمعادلة الأرقام كي تتضح لنا الصورة. متى ولد علي بن الحسين؟ قلت لنا 26، 26 ولد العباس. إن شاء الله حافظين التقسيم، 26 هجرية، وبالتالي يكون 14 سنة مع أمير المؤمنين، 10 سنوات مع الحسن، 11 سنة مع الحسين، المجموع كم؟ 35. انجي الآن إلى زين العابدين. أريد بس أضيف معلومة وأنا أنتقل إلى زين العابدين، وهي الخبرة الاجتماعية والحنكة والذكاء الاجتماعي اللي يسمونه اليوم الذكاء الاجتماعي عند العباس. العباس متزوج من منه؟ تعرفون زوجة العباس شنو اسمها؟ يسمونها لبابة. هذه بنت منه؟ عشان تعرف ذكاء العباس الاجتماعي، كيف مرت به أزمة خطيرة، حافظ على النسيج الاجتماعي واستطاع أن يمر بتلك الأزمة بكل مرونة وسهولة. متزوج بنت عبيد الله بن العباس. تعرفون هاي عبيد الله بن العباس منه؟ قائد صاحب اللواء، يعني الجنرال، يعني وزير الدفاع، وزير الدفاع. شنو الأزمة اللي مر بها العباس؟ مر بأزمة خطيرة، وهي انقلاب عم أبو زوجته على أخوه الحسن. أريد فقط أفتح لك إشارة تبحث عن هذه الأزمة وتداعيات هذه الأزمة. زين، ننتقل. في أي عام ولد زين العابدين؟
38. في الواقع كي أكون أمينا من ناحية علمية، حصل خلاف في ولادة زين العابدين. زين العابدين بحث تاريخي متعب إذا تقرأ عن بداية حياته، خلاف عن أمه، خلاف في اسم أمه، خلاف في سنة ولادته، خلافات عديدة. سأل أي حال رأيان، أذكر لك الرأيان وأسألك وأجب. الرأي الأول يقول 5 شعبان 38 هجرية، احفظ الرقم. الرأي الثاني يقول منتصف جمادى الأول، الآن كوميل بعد بيقول حج كوميل، لا تخرب علينا الفاطمية. منتصف جمادى الأول عام 36 هجرية، أيهما أصح وأشهر؟ الأشهر كما يذكر صاحب منتهى الآمال 36 هجرية، منتصف جمادى الأول أيا كان. عموما المشهور، نجي إلى المشهور 38. يعني عاش مع أمير المؤمنين كم سنة؟ إحنا قلنا كم سنة، كم شهادة أمير المؤمنين؟ 40. 38 إلى 40 كم سنة؟ سنتين. يلا الآن اجمع أصحاب الكالكليتر، هني موجودين، اجمعوا سنتين ويا أمير المؤمنين، 10 سنوات مع أمي، مع أمه الحسن، 11 سنة مع أبيه الحسين، 23 سنة، 23. هو طبعاً إذا بناخذها بدقة رياضية، بدقة، هو مو 10 سنوات ويا الإمام الحسين. ليش؟ لأن الإمام الحسين قتل في أول شهر من العام 61، فهي 10. أنا أريد أعدل لك عشان النتيجة تصير صحيحة. سنتين مع أمير المؤمنين، 10 سنوات مع أمه الحسن، 12 سنة، 10 سنوات مع الحسين، كم سنة؟ 22. وكم سنة عاش بعد أبيه الحسين؟ هي 35 سنة تقريبا، تقريبا. يعني الحسين قتل 10 محرم، هو استشهد 25، فهي تقريبا 35 سنة. 35 سنة، راح أرجع إلى هاي السنوات. 35 سنة مع 22 كم تصير؟ 57. إذن عاش الإمام زين العابدين كم سنة؟ 57 سنة. خلونا نتصور زين العابدين في كربلاء كم كان عمره في بوغاء كربلاء في حادثة الطف؟ يكون عمره 22 سنة، يكون عمره 22 سنة. هذه مقدمة سريعة، شو مقدمة، انتهى الوقت بعد. 35 سنة تستدعيك أن تقف بتعجب. ليش؟ الأئمة إخوان آباء، الأئمة مراحلهم على 3 أقسام، على 3 أنواع. أكو عندنا من الأئمة إمامته قصيرة جدا، مثل الإمام الحسن العسكري. لا، الجواد طويلة. لا تقول بأن الجواد هو أصغر الأئمة سنا فإمامته، لا، الجواد طويلة. عندنا إمامته وسط، مثل الإمام الحسن، إمامته كانت وسط. الإمام الحسين إمامته تعتبر وسطية، 10 سنوات إمامة الإمام الحسين.
عشر سنوات. يمكن احنا نلتفت الى الاشهر الاخيره من حياته وامامته لمده عشر سنوات ما نلتفت اليها. عدنا طويله مثل امير المؤمنين 30 سنة، إمامة الإمام علي 30 سنة. عدنا الكاظم أطول الأئمة في إمامته، الكاظم وزين العابدين، لا وعلي الهادي، هي 35. عادة المحققين وأهل التاريخ إذا يريدون يعرفون مشاريع الأئمة التفصيلية لمن حياته كانت طويلة، إمامته طويلة، يأخذون في الجامعات الآن الدينية والإسلامية تكتب البحوث منهجية أهل البيت في الإمامة من ناحية اجتماعية من ناحية كذا، يكتبون تحت زين العابدين نموذجا. 35 سنة تعتبر من أطول فترات الأئمة. سليت الوقت يسعف، لكن بعد راح أضرب نقطة عند هذه الفكرة الأخيرة، ولعلي أوفق إن شاء الله وإياكم في يوم من الأيام لإكمال هذا البحث والحديث الطويل. لا بأس أن نرفع الأصوات بذكر محمد وآل محمد. في حب الحسين ثانيا، وفي حب العباس ثالثا، ولزين العابدين وسيد الساجدين رابعا، يا حبذا دوحة، يا حبذا دوحة بالخلد نابتة، ما مثلها نبتت بالخلد من شجر، أصلها ثابت فرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شنو وصفها الشجرة؟ قال المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح عليان سيد البشر. والهاشميان صبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر، هذا مقال رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر. ارفع ايدك بالدعاء وانت في ضيافتهم، اني بحبهم ارجو النجاة غدا والفوز في زمرة من افضل الزمر. نهنئ أمير المؤمنين بهذه الأبيات، وهي بشارة من الشاعر إلى كل محب. قل لمن والى علي المرتضى،
قل لمن والى علي المرتضى لا يهابن عظيم السيئات حبه الإكسير لو صب على لهب النار غدا ماء الحياة. عندكم جواب؟ قال بلى. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة فكيف النار تكويني. أكو عندهم مشكلة ويا عندهم مشكلة ويا علي والشاعر يقول لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وقام ما قام قواما بلا كسل وصام ما صام صواما بلا ملل وطاف بالبيت حاج غير منتعل يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم الجائعين البر بالعسل وطار في الجو لا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مأمونا من البلل ما كان عند الله بالحشر ينفعه وانت تكمل البيت وتحفظه إلا بحب أمير المؤمنين. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بلغ العلا بكماله كشف الدجى كشف الدجى بجماله ورق السماء. أنا غريب هالبيت هذا البيت فعلا يحيرني. يعني نقولات التاريخ إذا صحت فعلا معنى عجيب. ما حققت أنا في المسألة ولا سألت تفصيلا. الله عز وجل حين جاءه موسى إلى الوادي الخطاب من الله في القرآن الكريم يقول اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الأخبار التاريخية وبعض الروايات تقول أن النبي وصل إلى قاب قوسين أو أدنى عند سدرة المنتهى بنعله. سبحان الله. أرق السماء بنعاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. في يوم القيامة بالحشود الناس في يوم القيامة بالحشود الناس كل من شايل كتاب ووقف محتاس إلا اللي كتبهم زود ورفعت راس توقيع الحسين وبصمة العباس.
لا تبخلوا ثانيا. لا تبخلوا ثالثا. الله حكم بالنار في المحشر على اثنين ما اعرف كنت اعرفونه. الله حكم بالناس بالمحشر على اثنين ما بين ما هم في الدرب للنار يمشون. طافوا على الجنة طافوا على الجنة وعليها فروا العين شافوا الجنة خالية وصاروا يشمتون. هاوين هاوين شيعة فاطمة وحيدر علي وين هاوين شيعة فاطمة وحيدر علي وين وين اللي قالوا كلهم الجنة يدخلون الجنة ما بيها حد لو حتى طفلين. نادتهم الأملاك صخوا لا تعقرون لا تشمت وتستعجل الظن بعض مو زين. الشيعة كلهم دخلوا الجنة وبالظنون بس تدري في شعبان عندهم مولد حسين طلعوا زيارة الكربلاء وباكر يردون. أنا متأخر وطولت عليكم أطلب عنكم هالطلب. رحم الله آبائنا الماضين وأمهاتنا اللي وصلوا لنا هالولاية. أريدك الآن وأنت تختم المجلس نقرأ هذا البيت الذي تربينا عليه منذ نعومة أظافرنا ونهدي ثوابه إلى آبائنا وأمهاتنا. رحم الله الماضين وأيد الله وحفظ الله الباقين وأرجع الغياب إلى أهلهم سالمين. لا عذب الله كلكم تحفظون وهو بيت الدعاء والختام. لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا. أفضل الصلاة والسلام.